صباح الخيرات، صباح النور. نجي عندي واحد الرملة سخونة زوينة اللي كتكون فيه حتى رويمة ولا روماتيزم، راكم عارفين اللي كيضرو يدي، اللي كتكون سخونة وزوينة. لا شي مرة في الصباح كيصبحو يديك يابسين، ما كتقدري كاع دير بيهم والو، شي واش تدخلوها كتكون سخونة سخونة سخونة. تيبدا الواحد يدير هاد لي موفمون هادو زوينين كيعاونو. رملة ماشي رملة بحال كنا هكا داير. دايرين تما اللي عنده شي جرحة ما يديرش، اللي عنده مهم هاتي نقرا داك الشيء. دايرين اللي عنده بحال دابا شي ظفر دارو ولا شي جرحة في كل، المهم على حسب الايكين والبكتيريا. الا ما عندك اللي دير المرض ماشي ما خصكش تدخل هنا ديرها. تكون في هذيك 30 درجة، باش تنساليو هادشي كلو خص تنقيه هكا. نسدوها ايه، وقبل ما تدخل خصك بعدا دير تعقم اليدين وعاد تدخلهم.